إذن مشاهدينا الكرام، عن العقوبات الأمريكية الأخيرة على الأذرع المالية لميليشيا حزب الله، معنا عبر سكايب من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذن من جديد، كيف تقرأ هذه الخطوة الأمريكية من الخزانة الأمريكية التي تفرض عقوبات تشمل رجل أعمال لبناني هو محسوب طبعا على ميليشيا حزب الله؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. أهلا بكم. لا شك أن هذه الخطوة تأتي ضمن الخطوات ضمن خطوات متتالية اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد ميليشيا حزب الله الإرهابية. كما نعلم، منذ حوالي أو أيضا شهرا من اليوم فرضت الخزانة المالية الأمريكية أيضا عقوبات على مجموعة لبنانية ومنها إيرانيين تقوم بغسل أموال وتهريب بضائع من العراق إلى لبنان وفي عدة دول عربية وأجنبية. وبالتالي أيضا يجب ذكر هنا أن أحد الذين وضعت أسمائهم أيضا على لائحة العقوبات هو شخص مسيحي، وبالتالي إن الإدارة الأمريكية لا تفرق بين أحجمي وعربي عفوا، بين مسيحي او شيعي او سني، ممن يساعدون حزب الله في تهريبه للاموال وغسل امواله. وبالتالي هي متشدده في هذا الخصوص، ولا تميز بين احدا في حال ثبت انه متعاون مع حزب الله. لكن السؤال هنا، ما مدى تاثير تلك العقوبات، تاثير يعني فعلي على هذه الميليشيا، ميليشيا حزب الله، ولا سيما كما تعلم أنها تأتي أو تستهدف أشخاصا معينين، ليس يعني منظومة الميليشيا كلها؟ صحيح. هذه العقوبات قد حجمت موارد حزب الله المالية، ونحن نعلم أن الرواتب قد قلصت، وليس هذا فقط، بل أيضا لم تم زيادة الرواتب للمقاتلين أو المنتسبين لحزب الله بفضل هذه العقوبات التي أقرتها الخزانة الأمريكية. وأيضا وكما يقول أحد الأمنيين في لبنان بأن القميص قد أصبح ضيق على حزب الله، ويجب التخفيف، ويجب عليه أن يتماشى مع هذا الحجم الجديد، أي أن حزب الله يجب أن يتخلى عن بعض المخصصات التي قد خصصها لمقاتليه. وهذا طبعا ينعكس على الحالة المادية والمعيشية والاجتماعية لكل الذين يدورون في فلك حزب الله، وطبعا بيئته هي المستهدفة في كل الأحوال. هل من علاقة ما تراها يعني بين ما حصل وبين الانتخابات اللبنانية النيابية الأخيرة؟ بمعنى أنه هل لهذه العقوبات تأثير في نتائج الانتخابات، لا سيما أن تعلمنا الحزب وحلفاءه قد خسر الأغلبية فيها؟ صحيح. أستاذ الكريم، العقوبات أتت بعد بضعة أيام من نهاية الانتخابات. صحيح. ربما أصرت الخزانة الأمريكية على تأجيل فرض هذه العقوبات لكي لا يستعملها حزب الله في خطابه وفي تجيش العواطف بأنه محاصر وبأن هناك حرب كونية، كما حصل مع نظام بشار، هناك حرب كونية عليه. وبالتالي هي ربما تعمدت تأخير هذه العقوبات كي لا تستعمل في هذا السياق. ليس هناك من أي تأثير لهذه العقوبات على الانتخابات، لأن العقوبات واقعة. ولكن بعض الذين كانوا يصوتون لحزب الله في الانتخابات في أمريكا والدول العربية لم يستطيعوا هذه المرة أن يصوتوا للحزب، بل ارتأوا أن يبقوا في بيوتهم، لأن هذا كان سيشكل خطرا على إقامتهم في البلاد العربية أو في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نعم، حزب الله خسر بعض الأصوات من العائلات التي تصوت تاريخيا له. طيب،
بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ذكرت أن يعني قوة حزب الله العسكرية تكسبه نفوذا على الرغم من خسارته البرلمانية. هل تستطيع التحولات البرلمانية نزع هذا النفوذ أو حتى هذه العقوبات مثلا؟ سيد الكريم، حزب الله يملك ترسانة حربية صاروخية على كل الأراضي اللبنانية. هذه هي قوته المطلقة في لبنان. طبعا مع الوقت لن يستطيع استخدام هذه القوة. الانتخابات جاءت لتقلص من مدى سيطرة حزب الله على المجلس النيابي، وطبعا هذا سيؤثر بشكل كبير على مجرى الأمور القادمة، على الحياة السياسية. المعادلة السياسية ستتغير بعد اليوم، بعد هذه الانتخابات. طبعا حزب الله ينظر بخفة إلى هذه النتائج ويحاول أن يخفف من قدرها على ومن تأثيرها على بيئته، ولكننا كما نعلم أن الذين فازوا بالانتخابات لا يمزحون بهذا الخصوص. وفي حال حاول حزب الله أو جماعته أو يعني حلوله أن يستعملوا السلاح، هذه المرة سيكون لهم الجيش اللبناني بالمرصاد كما حدث في غزوة الطيونة كما نعلم. نعم، إذن من زيورخ مدير المركز السويسري دعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر، شكرا جزيلا لكم.